السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. تعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية حذف قناة أو محتوى اليوتيوب. أنا عاوز أحذف القناة بتاعة اليوتيوب بالكامل، أحذفها إزاي؟ زي ما أنتم شايفين كده حضراتكم، إما إن أنا هضغط على الحساب وأفتح القايمة، أو من التبويبات من عندي من هنا هدخل على السيتنج أو الإعدادات من هنا. كده يظهر معايا الإعدادات بتاعة القناة، هضغط على تشانل أو القناة هنا، وهجيب الاعدادات المتقدمه، وهنزل تحت خالص كده هلاقي عندي امر اسمه ازاله محتوى يوتيوب. هضغط على ازاله محتوى يوتيوب، كده يبقى انا حذفت القناه بتاعتي. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.